ووجد أن اللون الأخضر هو اللون الوحيد الذي يثير البهجة في النفس. الله. ويثير السرور. ولذلك اليوم يعالجون الاكتئاب في ألمانيا بطريقة لا تتصورها. تذهب وتتمشى عبر الحدائق. اللون الأخضر. وتنظر إلى اللون الأخضر. لماذا اللون الأخضر؟ لماذا؟ لأنه يقع في منتصف الطيف الضوئي، وأكثر لون مريح لشبكية العين ولخلايا الدماغ هو اللون الأخضر. الله. والله تبارك وتعالى قال: حدائق ذات بهجة. بهجة مع الخضرة والحدائق. ما كان لكم أن تنبتوا ثمرها. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. يعني هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند رب تبشر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبة الكرام، يتجدد معكم اللقاء مع برنامجكم أنزله بعلمه. يقول الحق تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. صدق الله العظيم. بعض المشككين يقولون: كيف كل شيء يسبح في الكون ونحن لا نسمع صوت الجماد مثلا أو صوت النبات يسبح؟ وهذا طبعا من جهلهم، ولكننا سنترك الرد العلمي الموثق مع ضيفنا الكريم والدائم الدكتور عبد الدائم الكحيل. مرحبا بك يا دكتور. مرحبا بكم، وشرفنا بكم في هذا اللقاء المتجدد. شرف لنا. بارك الله فيك. مرحبا. كيف نرد على هؤلاء؟ يعني في الآية الكريمة التي نوقن أن الله تبارك وتعالى قال: كل شيء يسبح، كل شيء يسبح بحمده، ولكن نريد التفصيل العلمي الجميل من باب قوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي. نحن موقنون الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة هناك اكتشافات علمية حديثة تتعلق بعلم الترددات الصوتية. جميل. فكل مادة لها تردد صوتي، وكل ذرة تهتز في الكون. تهتز. كل ذرة تهتز ولها تردد معين. الكواكب أيضا لها أصوات، هناك صوت للثقب الأسود، صوت للنجم الطارق، صوت للشمس. الأرض لها صوت ولكن الترددات منخفضة لا نسمعها. سبحان الله. فكل شيء في هذا الكون له نظام وتردد معين وله لغة يتخاطب بها. جميل. حتى الجمادات لغتها هي التزامها بالقوانين التي تسير وفقها. يعني مثلا أي جسمين في الكون، كوكبين، كوكب ونجم، أي جسمين في الكون، مجرد وجود هذا الجسم وذاك تنشأ بينهما قوى تجاذب. نعم. تساوي كتلة الجسم الأول مضروبا في كتلة الجسم الثاني مضروبا في ثابت الجاذبية. جميل. مقسوما على مربع المسافة بينهما. هذا هو قانون الجاذبية الذي يمسك ويحكم الكون بأكمله. جميل. ينطبق هذا القانون اعتبارا من الذرة إلى المجرة، فكل شيء في الكون ملتزم بهذا القانون. هذا نوع من أنواع التسبيح، التزام قوانين الله. نعم. النبات تبين حديثا في بحث ربما تظن أنه خيال علمي. سبحان الله. يقولون النبات يرسل بريد صوتي فيما بينه.
يتخاطب. سبحان الله. حتى إذا جاءت بعض الحشرات وأساءت لنبات معين يصدر ترددات صوتية لا نسمعها نحن، منخفضة جدا، تصل إلى النبات الآخر فيأخذ حذره ويبدأ بإفراز مادة تشبه المورفين المخدر. عجيب عجيب. لكي يتغلب على هذا الألم. ونباتات أخرى تصدر روائح كريهة تكرهها هذه الحشرة. سبحان الله. التحذير بين النباتات. والنحل، والنبات يضحي بنفسه. طبعا النحل عالم، سمعت وقرأت مرة أنه له صوت في التعامل. كل الكائنات حتى النحل وحتى أكبر. النمل، النمل اكتشف في بريطانيا أنه يطلق ترددات صوتية في المجال الذي يسمعه الإنسان، ولكن بما أنها قوتها ضعيفة استخدموا كمبيوترات ذرية لتقوية هذه الإشارات وفصلها عن الضجيج، وتبين أن النمل يتكلم كلاما حقيقيا ويتخاطب مع بعضه. والقرآن أكد هذا. القرآن قال قالت نملة. الله أكبر. نعم. الآن عالم النبات، هذا العالم المذهل الذي خلقه الله من حولنا. جميل. فيه من الاكتشافات والعجائب، اكتشف أن كل نبات له نظام عصبي ودماغ في جذوره. نظام عصبي. عصبي نعم. وينقل الإشارات العصبية تنتقل عبر هذا النبات، ولديه نظام محكم في حياته وبناء الخلايا وإنتاج الثمار إلى آخره. سبحان الله. من الاكتشافات المذهلة حول عالم النبات أنه يطلق ترددات صوتية أحيانا تفهمها بعض الحشرات، يرافقها بروائح طيبة. لماذا؟ هناك بعض أنواع الحشرات تأكل النبات وتؤذيه وتؤلمه. تؤلمه. نعم. فيفرز مادة تحبها، رائحة تحبها حشرات أكبر من هذه الصغيرة، ولكن الحشرة الكبيرة لا تأكل النبات، تحب هذه الحشرة الصغيرة، فتأتي الكبيرة وتأكل الصغيرة وتخلصه منها. سبحان الله على التركيب العجيب. يعني هذا التناغم بين الحشرات أيضا هذا نوع من أنواع التسبيح. ولكن المشكك متسرع دائما. نعم. لو أن الله قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسمعون تسبيحهم لكان هناك خطأ علمي في الآية. قال ولكن لا تفقهون. يا سلام. والفقه يكون أن تسمع شيئا ولا تعرف معناه. الله أكبر. انظر الدقة. يعني الله أكبر. اختصر تسمعون لأن الفقه يجب أن يأتي بعد السماع. صحيح. كما كنا صغار نسمع صوت العصافير والطيور ولا تعرف ما هو التفسير. يقول أباؤنا لنا إنهم يسبحون الله. فممكن الكلام. لذلك اليوم العلماء يسمعون هذه الترددات الصوتية على مستوى حتى الذرة إلى المجرة إلى النبات إلى الكائنات. سبحان الله. ولكن لا يفقهون، وسجلوا هذه الأصوات وهي موجودة لديهم. سبحان الله. ولكن لم يستطيعوا أن يحللوا معاني هذه الأصوات ماذا تقول. لذلك قال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. جميل. حليما على هؤلاء المشككين، غفورا لهم إذا رجعوا إليه سبحانه وتعالى. الله أكبر. النبات كما ترى الآن فيه ميزة عجيبة جدا، ولولاها لم ينمو نبات ولم نكن موجودين أصلا. سبحان الله. أن هذا التراب فيه ميزة أنه يتضاعف 10 أضعاف حجمه إذا نزل عليه الماء وكان جافا. لا إله إلا الله. 10 أضعاف حجمه يستطيع أن يخزن كميات هائلة من الماء. الله أكبر. وطريقة التخزين هي الاهتزاز، نفس الآلية. سبحان الله. تجد أن هذه الجزيئات الترابية تهتز وتختزن كميات هائلة من الماء، ولولا هذه القدرة على الاختزان النبات لا يستطيع أن يعيش على المطر فقط. سبحان الله. لأن المطر أحيانا تمضي أشهر ولا يأتي المطر. عجيب عجيب. فهنا نحن أمام حقيقة علمية. أيوة. أن الماء عندما ينزل ويمتزج مع التراب تبدأ هذه الذرات بالاهتزاز وفق حركة تدعى الحركة البراونية. جميل.
نسبة للعالم براون الذي اكتشفها، ولكن لا نراها، تحتاج إلى مجهر إلكتروني مثلا لترى هذه الحركة. جميل. الشيء الثاني، نتيجة هذه الحركة ما الذي يحدث؟ تتمدد ذرات التراب وتصبح بينها فراغات، وهي مشحونة بحقول كهرومغناطيسية لتؤمن لهذا الماء بما يمتاز من خصائص دقيقة جدا، قدرته على التنقل وملء الفراغات والتسلق عبرها. الله أكبر. هذه ميزة تدعى التوتر السطحي في الماء، سبحان الله، تطبق هنا. أصبحنا الآن أمام حقيقة علمية تقول لك إن الماء عندما يمتزج فإن هذا التراب يهتز وينمو ويتضاعف أضعاف كثيرة. قال تبارك وتعالى: وترى الأرض جامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الله نمت. الله. وأنبتت من كل زوج الله بهيج. يعني 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 فاجأتني والله، فاجأت المشاهد. يعني بعد هذا العرض الذي دام قرابة 10 دقائق تتكلم عن المعنى، ثم القرآن يقوله في كلمتين بعد السبق في سبق علمي لا أقول يعني إلا ما قاله الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أنزله بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أحبة الكرام، تعالوا نستكمل رحلتنا الإيمانية مع عالم النبات وعالم الأرض، وأنا مستمتع معكم بهذه الإعجازات الربانية. مرحب بك دكتور المرة بارك الثانية. الله بكم، يا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. سمعت دكتور وقرأت منذ أيام أن هناك نبات يفرح ويتألم، وتعجبت من هذا البحث ولم أكمله حقيقة يعني. نعم. فلو تعطينا أمضى مع الإلقاء الجميل الذي تفضلتم به منذ قليل. سبحان الله، عالم النبات أعقد بكثير مما كان يعتقد. جميل. كانوا يصنفون العالم إلى 3 أقسام: الجماد والنبات والكائنات. والكائن صحيح. المخلوقات. الآن قالوا ينبغي إدراج النبات ضمن المخلوقات، الكائنات ذات الروح الحية التي لها شعور وإحساس. عجيب. لا ينبغي أن نعامله مثل الجماد أو كمرحلة أعلى من الجماد، لا، هو مخلوق كامل. الله أكبر. فيه من التقنيات والبرامج، وفيه من العطاء والكرم، وفيه من الإحساس والمشاعر. يعني مثلا أحد العلماء الباحثين قام بمراقبة بعض أنواع النباتات لسنوات طويلة، وجد بأن هذا النبات يتميز بخصائص مذهلة جدا. أولا أن هذا النبات يحاول أن يفسح المجال لنبات غيره لينمو على حسابه. تفسحوا في المجالس فافسحوا، وطبق النبات. سبحان الله. عجيب يا دكتور. وأن هذا النبات أحيانا يضحي بنفسه من أجل نبات بجواره، يعني يتحمل أحيانا بعض أنواع الحشرات لينقذ جاره من هذه الحشرة. أخلاق، كرم وكرم. لذلك الله تعالى قال: وأنبتنا فيها من كل زوج كريم. الله كريم. الله سبحان الله. الله على المعنى. تعبير دقيق. تطورت أبحاث عالم النبات وتبين أن هذه النباتات تعقل وتفكر، وهي كائنات ذكية، هكذا تصنف اليوم. سبحان كلام علماء وأبحاث. نعم، وموثق وموجود لمن أحب. جميل. لمن أحب ليبحث عن ما يعني الذكاء عند النبات. أبحاث موجودة على الإنترنت عند النبات. جزاك الله خير. يبحث عنها وسيجد الكثير من الأبحاث. جزاك الله خير. وأنت تعطينا الزبد كما يقال. نعم، يعني نعم. رقائق سريعة. نعم. وبالتالي فإن هذا النبات الذي تحدث عنه القرآن كثيرا فيه ميزات أيضا. هناك بعض أنواع النباتات لا تستطيع أن تأكل أو تتناول الماء والأكسجين، يعني لا تستطيع أن تصنع طعامها، فتتناول الحشرات.
تأمل كم هذا النبات مجهز بهذه التكنولوجيا المتطورة. تأكل الحشرات. سبحان الله. مش الحشرات تأكل. سبحان الله. هناك نباتات أيضا لولا وجودها لما وجد الإنسان على الأرض. عجيب. دراسة أجريت العام الماضي 2017 على عملية معقدة جدا هي التركيب الضوئي. نعم. وتبين أن النبات يتبع تقنيات نانو تكنولوجي، يعني هناك أشياء دقيقة جدا تحدث ليتمكن النبات من صنع هذه الثمار. مما يصنع الثمار النبات؟ نعم. الهواء والشمس وبعض الغازات الموجودة والمواد المعدنية الموجودة في التراب. عملية التمثيل الضوئي المعروف. نعم. نعم. كيف تتم عملية صنع هذه الثمار؟ من خلال المادة الخضراء. جميل. قال تبارك وتعالى: فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكما. الله. خضرا الله ثم حبا. طيب. نعم. لولا عملية التركيب الضوئي التي هي أساسها اللون الأخضر لا ينتج أي ثمر تراه على وجه الأرض ولا حب. أي كتاب هذا؟ دقة. تبارك الله. دقة. تبارك الله. سبحان الله. لذلك هذا النبات حتى عندما ينمو يتبع قوانين معينة، يتسلق أحيانا، يعني مثل الذي يحل كلمات متقاطعة أو هذه الألغاز. النبات بفطرته يختار الطريق الأقصر لينمو ويلتف. وانظر إلى هذا الفلق، سبحان الله، كيف أن هذه الحبة تنفلق وتخرج منها هذه السيقان، والتي هي أيضا دائمة الاهتزاز. سبحان الله. سبحان يعني الله. النبات لا يخرج بشكل مستقيم أو عمودي أو أفقي، يهتز. هذا بالتصوير السريع، دائما دائم الاهتزاز، وكأنه يسبح الله ولا يشعر. الله أكبر. سبحان الله. إذن هذه النباتات الآن عندما أنبأك الله عنها وقال بكلمتين: اهتزت وربت. سبحان الله. عن الأرض سبحانه وتعالى. وأنبتت من كل زوج بهيج. لماذا بهيج؟ هذا كان سؤال يعني نفسي أسأله من منذ قليل. سبحان الله. لأنه وجد أن اللون الأخضر هو اللون الوحيد الذي يثير البهجة في النفس. الله. ويثير السرور. ولذلك اليوم يعالجون الاكتئاب في ألمانيا. سبحان الله. بطريقة لا تتصورها. نعم. أنه ينصحك طبيب النفسي. أيوة. أن تذهب وتتمشى عبر الحدائق. اللون الأخضر. وتنظر إلى اللون الأخضر. لماذا اللون الأخضر؟ يعني لماذا؟ لأنه يقع في منتصف الطيف الضوئي، وأكثر لون مريح لشبكية العين ولخلايا الدماغ هو اللون الأخضر. الله. الله. والله تبارك وتعالى قال: حدائق ذات بهجة. بهجة مع الخضرة والحضارة. ما كان لكم أن تنبتوا ثمرها. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. يعني سبحان الله. أنت أمام الآية، في كل كلمة، كل كلمة هناك معجزة. إعجاز نفسي هذه الآية. علاج نفسي. وعلاج نفسي أيضا. سبحان الله. سبحان الله. إذن نحن كيف يدعي بعض المشككين أن هذا القرآن كلام بشر؟ حاشا لله. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل هذه الآيات صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تتبعنا آيات النبات في القرآن تجد تطابقا كاملا بين البحث العلمي الحديث وبين ما جاء به القرآن قبل 14 قرنا. الله أكبر. ليشهد ذلك على أنه منزل من قبل الله تعالى، كما قال: أنزله بعلمه. صدق الله العظيم. فتح الله عليك دكتور في هذا الكلام الطيب، وذكرتني وعجبني هذه اللقطة عن اللون الأخضر. تذكرت الآن لماذا كان رسول الله يحب ارتداء اللون الأبيض والأخضر، ولماذا اختار الله تبارك وتعالى لأهل الجنة خضر وسندس لباسهم. نعم. لباسهم خضر في الجنة. نعم. نعم. ولماذا لما كنت صغير أسأل والدي، أقول: يا والدي، لماذا يلبس بعض الأطباء في غرف العناية المركزة؟ نعم. نعم. اللون الأخضر. فقال لي: يا ولدي، لأنه يبعث على السعادة وعلى السرور. حبة الكرام، نتوجه بالشكر للدكتور عبد الدائم الكحيل في نهاية حلقتنا، ويعني
الكلام يعجز أمام هذه الآيات العظيمة وهذه الحقائق المذهلة. حتى الألوان هناك فيها أعجاز، ولم يتركها القرآن ولم تتركها السنة إلا وأشارت إليها، فسبحان من أنزل هذا القرآن. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا. قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا. ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.